أهلا ومرحبا بكم أعزائي في هذا الدرس الأول من دورة تعلم بناء تطبيقات الهواتف المحمولة من الدفتر إلى المتجر إن شاء الله. وأقول بداية: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. بداية سوف أتكلم بشكل عام أعزائي عن البرمجة، مدخل إلى لغات البرمجة وتحديدا إلى لغة دارت. لغة دارت أعزائي، ما هي لغة دارت؟ لغة دارت لغة أصدرتها شركة جوجل، قامت بتطويرها وبرمجتها شركة جوجل المعروفة، وأصدرت النسخة الأولى منها في عام 2011، ثم أصدرت النسخة الخالية من الأخطاء في عام 2017. وتستخدم لغة دارت أعزائي في برمجة تطبيقات سطح المكتب وصفحات الويب والهاتف أيضا الذي يعمل على نظام iOS أو أندرويد. ولغة دارت أعزائي تصنف من بين اللغات التي تسمى بالنيتيف لانجويجز، إذن هي لغة نيتيف لانجويج، بمعنى أنها لا تحتاج إلى مفسر في التعامل مع الهاردوير، مما يجعلها لغة قوية جدا، وتستطيع من خلال استخدامها أن تبني تطبيقات قوية في الأداء وجميلة وأنيقة أيضا في المظهر. تعريف لغة البرمجة: لغة البرمجة أعزائي هي في الأساس طريقة تسهل للمطور أو المبرمج كتابة البرنامج في هيئة تعليمات وأوامر يفهمها الحاسوب بغرض تنفيذ العمل المطلوب. وتقسم لغات البرمجة أعزائي إلى قسمين اثنين. أما القسم الأول فهي لغات عالية المستوى مثل لغة جافا ولغة بايثون ولغة سي شارب ولغة دارت أيضا التي سوف نستخدمها في هذا الكورس إن شاء الله، ولغة منخفضة المستوى مثل لغة التجميع Assembly Language أو اختصارا ASM. لما تم تقسيم لغات البرمجة أعزائي بهذا الشكل؟ تم تقسيم لغات البرمجة أعزائي بهذا الشكل بناء على مدى قرب هذه اللغات من اللغات البشرية أو اللغات المستخدمة بين البشر، حيث نستطيع تشبيه لغة Assembly Language أو لغة التجميع من حيث صعوبة التعلم والاستخدام باللغات الصعبة مثل الصينية، العربية، اليابانية طبعا على غير الناطقين بها، ونستطيع تشبيه اللغات عالية المستوى باللغة الإنجليزية على سبيل المثال طبعا من حيث سهولة التعلم والفهم والاستخدام أيضا. إذن لغة دارت، سي شارب، بايثون جميعها لغات عالية المستوى، سهلة الاستخدام وسهلة الفهم أيضا. أما الآن أعزائي فسوف أتكلم قليلا عن منصة فلتر. لماذا هذا الاهتمام الواسع من جموع المطورين حول العالم بهذه المنصة؟ سابقا إخواني كان المطور عندما يقوم بالانتهاء من كتابة تطبيقه على سبيل المثال بلغة كوتلين أو لغة جافا تبدأ الأسئلة: متى سوف يصدر التطبيق الذي يعمل على أجهزة آيفون أو الأجهزة التي تعمل بنظام iOS؟ فيقوم المطور من جديد بإعادة بناء الكود بلغة أخرى وهي لغة سويفت على سبيل المثال للانتهاء من الكتابة. وقبل سويفت طبعا كانت هناك لغة أخرى تستخدم في التطوير سوف نقوم بذكرها إن شاء الله أثناء شرح برنامج Xcode، لأننا أيضا سوف نقوم باستخدامه في هذه الدورة. تستطيع من خلال هذه المنصة بناء تطبيقات تعمل على، انتبه، على أجهزة الموبايل وعلى أيضا أجهزة الحاسوب وعلى صفحات الويب. إذن كود واحد لن تقوم بتكراره سوف يعمل على جميع المنصات. نحن الآن في هذه الدورة سوف نتعلم بناء التطبيقات من خلال منصة فلتر التي تعمل على أجهزة iOS وعلى أجهزة أندرويد. أما في المقام الثاني إخواني، التطبيقات التي تم بناؤها من خلال هذه المنصة تعمل على كلا الجهازين بنفس الأداء وبنفس المظهر الجميل تماما، لا توجد أي فروقات. سابقا عندما كنت أقوم بكتابة كود بالسويفت ثم إعادة بنائه بلغة أخرى كان لابد من ظهور فروقات في التصميم والأداء أيضا. إذن لماذا فلتر؟ لقد أعطيت إخواني جوابا كاملا عن هذا الموضوع. الإطالة غير البناء في الشرح. سابقا أعزائي عندما بدأنا بتعلم استخدام الحاسوب كان يقوم المدرب آنذاك بإعطائنا درسا كاملا عن كيفية تحديث سطح المكتب، تلك العملية المعقدة جدا على نظام ويندوز، حيث كنا نكتب على دفاترنا ننقر بالزر الأيمن على الفأرة ثم تظهر لنا قائمة مسدلة فيها عدة خيارات تضم كذا وكذا وكذا،
ثم نبحث عن كلمة تحديث وننقر عليها، وهكذا تكتمل هذه العملية المعقدة جدا كما ذكرت. تأكد عزيزي الطالب أنني لن أقوم بإضاعة وقتك بهذا الشكل بكلام نظري غير ضروري، ويكفي للطالب آنذاك أن يقوم به مرة واحدة بشكل عملي حتى يتعلم هذا الأمر البسيط للغاية. ولهذا السبب أعزائي سوف أحرص في جميع مراحل هذه الدورة على القسم العملي الذي أهدف من خلاله أن أصنع منك مطور تطبيقات محترف بأقل مدة زمنية ممكنة، وأنا أعني ما أقول مطور تطبيقات فلاتر محترف بإذن الله. وقبل الانتقال أعزائي إلى القسم العملي في هذه الدورة وبدء تحميل الأدوات اللازمة لنا، أود الحديث قليلا عن أهمية استخدام لوحة المفاتيح لك كمطور تطبيقات. عزيزي أريد منك أن تسمع مني هذه النصيحة، وقبل بدء كتابة أو شرح أي كود أن تتدرب على استخدام لوحة المفاتيح دون النظر إليها أبدا، وهذا أمر غير صعب على الإطلاق لكن يحتاج فقط إلى بعض التمرين، وأنا سوف أضعك إن شاء الله على الطريق الصحيح لذلك. وسأضمن لك إن تمرنت فقط 15 دقيقة يوميا أن تكون قادرا بعد مرور شهر واحد أن تصل إلى الهدف الذي سأضعه لك، وهو كتابة 50 كلمة في الدقيقة دون النظر إلى لوحة المفاتيح أبدا، لأنك كمطور تطبيقات عزيزي تحتاج التركيز على كتابة الكود وليس على كتابة الأحرف، مع عدم أن تكون سرعة الكتابة بحد ذاتها هدف بالنسبة لك، بل هي وسيلة فقط ليكون العمل أسرع وأسهل. وبرأيي الشخصي أعزائي أن سرعة 50 كلمة في الدقيقة هي سرعة كافية للغاية بالنسبة لك كمطور تطبيقات. أما الآن لننتقل سوية إلى الموقع الذي سوف أنصحك بالتمرن عليه، وهو من أفضل المواقع التي زرتها المختصة في هذا المجال، وهو موقع Typing Club. لننتقل سوية إلى هناك ولنتابع الشرح من الموقع. نعم أعزائي، ومن خلال شريط البحث في موقع جوجل تستطيع كتابة Typing Club بهذا الشكل. هذا هو الموقع أعزائي، Typing Club، www.typingclub.com، بدون فواصل. سوف أقوم بتسجيل الدخول بداية، Login، Sign with Google. سوف أقوم باستخدام الإيميل الخاص بي، هذه كلمة المرور، وسوف أيضا لتأمين الحساب أنا أستخدم الأوثنتيكيتر أو تطبيق الأوثنتيكيتر أعزائي. حسنا أعزائي، هذا هو موقع Typing Club، وهو موقع جميل للغاية، ولم أجد موقعا أفضل منه في هذا المجال. سوف أقوم بالدخول من هنا Start إلى الدروس. وأود أن أقول لكم أعزائي أنني مسبقا قمت بإنهاء جميع هذه الدروس، ووصلت إلى آخر مرحلة في هذا الموقع، 685 درسا أعزائي قمت بإنهائها جميعا، لكن بغرض التعليم قمت بالدخول من حساب جديد، ولهذا كما ترون هذه الدروس غير منتهية الآن وهي جميعا مقفلة. سوف أنا على سبيل المثال أفتح هذا الدرس، وأود هنا أن أنصحك نصيحة هامة للغاية، وهو أن يكون تركيزك في البداية فقط على عدم ارتكاب الأخطاء، أي على الدقة لا على السرعة، وهذه السرعة برأيي للتدرب كافية في البداية بهذا الشكل عزيزي، هذا شيء كاف في البداية. سوف أقوم بإنهاء هذا الدرس الآن ومحاولة عدم ارتكاب أي أخطاء، إن شاء الله سوف نوفق إلى ذلك، وأرجو لك أيضا التوفيق وأن تصبح سريعا جدا على الكيبورد، لأنني كما ذكرت عزيزي سيكون هذا جدا هاما لك في كتابة الكود بإذن الله. انظر عزيزي
لقد أنهيت هذا الدرس بسرعة 33 وأنا أكتب بسرعة بطيئة للغاية كما ترى. لنضرب مثالا آخر على هذه الدروس وليكن درسا متقدما قليلا، ولنرى السرعة التي سوف أحققها الآن من خلال هذا الموقع ليكن درسا هنا مثلا، حسنا ليكن هنا درسا متقدما قليلا، فليكن هذا الدرس رقم 210. لنبدأ بهذا التمرين أعزائي لنرى كم هي النتيجة التي أستطيع الحصول عليها. إذن السرعة أصدقائي كما قلت لكم أن سرعتي هي 50 كلمة في الدقيقة، وهذه السرعة التي حصلت عليها. أي كما ذكرت لكم سابقا إخواني، برأيي الشخصي أن هذه السرعة هي كافية للغاية. طبعا أنا توخيت الحذر على عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء، لذلك كانت السرعة 50، بينما إذا كان هناك بعض الأخطاء أتوقع أن تصل السرعة التي أكتب بها أحيانا إلى 60 أو 60 كلمة في الدقيقة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظروني في الدرس الثاني إن شاء الله من هذه الدورة التي سنبدأ به تحميل الأدوات اللازمة لنا، تحميل الأندرويد ستوديو وتنصيبه على أجهزة الماك وأجهزة الويندوز أيضا. شكرا لكم ودمتم بخير.